جمالها من بره، بس الحقيقة غير كده، مختلفة بالمرة. عالم عبارة عن صور، جمالها من بره، بس الحقيقة غير كده، مختلفة بالمرة. بقى حلنا ده الظاهر، معلش ما تاخدش بالظاهر على الوش، ده الطيب نخلصه. أمارة نفس الخلق يا ناس، في زماننا ده مش فارقة خلاص، ذهب من فلسه. بقى حلنا ده الظاهر، معلش ما تاخدش بالظاهر على الوش، ده الطيب نخلصه. أمارة نفس الخلق يا ناس، في زماننا ده مش فارقة خلاص، ذهب من فلسه. وكل ده على أي أساس؟ ده العمر كام مرة؟ وكل ده على أي أساس؟ ده العمر الشيطان والدلاز لقلي يضحك عليه، مش انت بيتك من ازاز بتحدف الناس بايه؟ العيب مالينا وبنلعن في عيوب حوالينا، وعمالين نطحن جوانا وجوانا ده مين عالم بيه؟ بقى حلنا ده الظاهر، معلش ما تاخدش بالظاهر على الوش، ده الطيب نخلصه. أمارة نفس الخلق يا ناس، في زماننا ده مش فارقة خلاص، ذهب من فلسه. بقى حلنا ده الظاهر، معلش ما تاخدش بالظاهر على الوش، ده الطيب نخلصه. أمارة نفس الخلق يا ناس، زماننا ده مش فارقة خلاص، ذهب من فلسه. وكل ده على أي أساس؟ ده العمر كام مرة؟ وكل ده على أي أساس؟ العمر كام مرة؟ انا برضو اللي حرام عليا؟ ماشي، واضح ان انا بقيت شيء مزعج في حياتكم، واضح ان اللي زيي خلاص راحت عليه، واي ظلم يقع عليا لازم ابلعه، لو كان حتى هيقف في زوري. دي اخرتها يا خال، امي توصيك عليا وترميني في الشارع الرامية دي؟ اروح لمين دلوقتي يا ربي؟ الحل اني اشوف حته مداريه بقى اقعد فيها لحد الصبح، وربنا يعدلها ان شاء الله. مستحيل ارجع لك يا خيال. لا ارجع لك، بس لما اعتمد على نفسي واثبت لك ان انا في راجل. والله بقيتي زي القمر، تسلم ايدك يا دكتور علاء، ده صغرك 20 سنه. يا اختي اوعي كده، وانا عمري كله فيه كام 20 سنه. ده انت قبل العمليه قمر وبعد العمليه قمرين. ميرسي،
انت اللي عينيك حلوين عشان كده بتشوفي كل حاجه حلوه. سامع الناس اللي بتفهم؟ والله يا جماعه انا اللي عايزه اعمل عمليه شفط البطني اللي بقت زي الكوره من القعده على المكتب. قولي الحمد لله. ايه الكلام ده؟ انت مش شايفه الستات في الشارع ماشيه ومنفوخين كده بطنهم؟ هما الستات كده يفضلوا حلوين لحد ما يتجوزوا ويخلفوا وبعد كده يريحوا ويخلوا جوازهم تبص لبره. قصدك ايه بقى يا ملسان طويل؟ عماله تلقحي كلام على مين؟ مش هتبطلي عادتك دي؟ دايما لسانك كده يرمي طوب. معاها حق، الست من دول تسيب نفسها لحد ما جسمها وشكلها يبوظ وتزعل بقى لو جوزها بص لواحده تانيه. ايه يا نانا انت كده تبرري خانه الزوج؟ لا يا بشرى، دي بتبرر تصرفات الستات المنحرفات. يا جماعه انا رايي ان الخيانه في حد ذاتها شيء مقزز، والزوجه عموما لازم يكون عندها كرامه وتعمل حدود في التعامل مع جوزها. نعم نعم، ايه بقى موضوع الكرامه والحدود دي يا اختي؟ يعني تنشغل بحاجه تانية غير جوزها، يكون عندها اهتماماتها الخاصه. على رايك بدل ما يطق ولا يهرب ولا يدور على سنيورة غيرها. طب وايه رايك بقى في الزوجه اللي بتدور على سنيور غيره؟ لما الراجل يبقى غبي ويفتكر ان مراته خلاص بقت ملكه زي اي تحفه في البيت ام العيال يعني. ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ انتوا كده بتشوهوا العلاقه بين الزوج والزوجه. دي علاقه ارقى من كده بكتير قوي، مش ورا عمر اختاروا يعيشوا مع بعض بارادتهم. يا جماعه احنا هنفضل نتكلم في موضوعات الجواز وهم الجواز ما احنا عايشين فيه، احنا قاعدين عشان نتبسط. انا شخصيا دمي محروق وعاوزه انبسط. على رايك والله يا نوجه، ده الدكتور بيقول لي الهم بيكبر ويخلي الوش يتغير. الله يا استاذه، ده انت بقيتي تقولي صح. صباح الخير. مش عارف تفتكر يا ناهد اي واحده فيهم تليق على البدله اكتر؟ انا بكلم نفسي ولا ايه؟ انت رايح فين على الصبح يا رمزي؟ مش النهارده اجازه برضو؟ عندي اجتماع يا ناهد وبلاش اللون ده على الصبح. بقولك ايه يا رمزي، انا حاسه كده ان ولا في اجتماع ولا غيره، وشكلك كده رايح مشوار خصوصي. يعني ايه خصوصي يا ناهد؟ يعني هكون رايح اقابل واحده مثلا؟ شفت اديك قلتها اهو. قلت ايه بس؟ انا بتريق عليك وعلى كلامك على الصبح. وتتريق عليا ليه ان شاء الله؟ شايفني مسخه قدامك؟ لا ابدا، لا مسخه ايه لا سمح الله، انا شايف قدام واحده صاحيه على الصبح بتقول يا نكد. الست من دول تصحى كده تسرح شعرها، تحضر الفطار لجوزها، تقول له مع السلامه يا حبيبي. والراجل لما بيكون عنده يوم اجازه بينتهز الفرصه يقعدوا مع مراته او ياخدها ويروحوا في حته كويسه. بقول لك ايه، قومي كده بصي لنفسك في المرايه، دي مناظر حد يقعد معاها على الصبح ولا حتى ياخدها في حته كويسه؟ مناظر؟ خلاص ما بقتش على البيت دلوقتي؟ ما راح فين كلامك بتاع قبل الجواز؟ لا دي كانت ايام وراحت لحالها يا هانم. مش بقول لك يا رمزي شايف لك شوفها؟ حاسه فعلا انك رايح مشوار خصوصي. لا اله الا الله. ايوه انا شايف لي شوفها. انت عاوزه ايه دلوقتي؟ كمان بتقولها في وشي يا رمزي؟ انت اتجننت؟ ايوه اتجننت يا ناهد، وناوي كمان اتجوز. ها ارتحتي؟ تتجوز؟ يبقى لازم تطلعني يا رمزي. انا ما بطلعش يا ناهد، واعلى ما بخيلك الكبير. بقول لك لو راجل يا رمزي اتطلعني مش هتخرج من هنا لما تطلعني. طب انت طالق يا ناهد، ارتحتي؟ طلقك؟ ازاي ده؟ وامتى؟ اعترف لي انه عاوز يتجوز عليا ورمى عليا يمين الطلاق. لا حول ولا قوه الا بالله، بالسهوله دي؟ طيب اشرب شويه ميه كده واهدي شويه وفهمين اللي حصل بالظبط. شفت بقى يا كامل؟ عشان تصدقني لما كنت بقول لكم انه ما بقاش طايقني. ايوه بس ما كنتش متصور ان الامور توصل للدرجات دي. وهي وصلت يا كامل، ايه بقى الحل دلوقتي؟ انا مش عارف رمزي بيعمل كده ليه؟ ده كان هيتجنن عشان نوافق عليه. عشان كده كنا بنستغرب لما كنت بتحكي عن تصرفاته معاكي. هو ما بقاش طايقني من بعد ما انا خلفت، وانا كنت بقول يا بنت اصبري واستحملي بكره يتغير ويرجع زي ما كان، لكن من سيء لأسوأ وبقى بيعمل لي معامله زي الزفت. لما كنت بروح لماما اشتكي لها وانت مسافر كانت تقولي يا بنتي اصبري عشان ولادك، واديني صبرت. كانت النتيجه ايه؟ يطلعني انا. طيب اهدي بس شويه كده عشان نعرف نفكر هنعمل ايه. ما هو لازم ناخد الامور بعقل عشان ما يعنيتش معانا. وهتكون عايز ترجعني ليه تاني يا كامل؟
واكون عايز تكسرني اكتر من كده. يا حبيبتي ما هو لازم يكون في سبب للي حصل ده. ما هو السبب باين، البي عايز يتجوز عليا. يتجوز عليا انا؟ ترضى يكون لاختك دره؟ انا قصدي لازم يكون في سبب انه يفكر يتجوز من اصله. يعني قصدك ايه؟ انا السبب يعني؟ يا حبيبتي انا عايزك بس تهدي كده شويه وتبطلي عياط. يلا امسحي دموعك كده واسمعي بالظبط انا هقول لك ايه. اتفضل قول لما اشوف اخرتها ايه مع الخاين ده. انت عارفه ان ماما هتطلع عمره كمان اسبوعين، وعارفه كمان ان عندها ضغط، ولو عرفت اي حاجه عن موضوعك ده ممكن تروح فيها. يعني قصدك ايه؟ مش عايزني اقول لماما انه طلقني وساب لي البيت ومشي وانه هيتجوز عليا؟ اوعي تقولي لها، ولو فكرت في كلامي بعقل هتعرف انه مظبوط. هو ده اللي انا عملت حسابه، عشان كده لما حصل اللي حصل جيت لك على طول، وما رضيتش اروح لماما احسن لو عرفت تستحملش الخبر. وعشان كده انا مبسوط منك انك اتصرفت صح، وحنبسط اكتر لو نفذت اللي هقولك عليه بالحرف. حاضر يا كامل. اتفضلي يا حبيبتي اشربي البرتقال ده عشان يروق دمك. ميرسي، كتر خيرك. الحقيقه انا كنت شايفه انك قاعده مكسوفه مش عاوزه تتكلمي قدامهم، استنيت لما مشي وقلت بقى نتكلم مع بعض ونعرف ايه الحكايه. ما تتكلمي يا ماري، لو عندك مشكله نفكر ونحلها مع بعض. صراحه انا فكرت كتير جدا بس كل السكك مقفله في وشي. فاكرين حكايه البنك والقرض اللي انا واخده منه اللي حكيت لكم عليه؟ ماله؟ ويسيبنا في الهم ده يا وليه؟ ما انا قلت لك خلي الشحات اخوك يجي او يتنقل على عينه ويشيل عني الهم شويه. اذا كان ابن اختك ما استحملكش اخويا الشحات هيستحملك. يا نهار اسود، دول امام؟ دول عالم ما عندهمش قلب. وازاي اوراق الشركه تختفي ويحطوا ايديهم على كل حاجه؟ مش عارفه، ما صدقوا ان انا اتلهيت في موت الراجل، رتبوا نفسهم عشان ياكلوا حقي وحق بناتي. قولي لي يا ميري، هو مش كان جوزك له ابن عم اسمه شامل؟ بتقولي ان هو كان زي اخوه، ده موقفه ايه بالظبط؟ بصراحه شامل طيب جدا، مش زيهم خالص، بس من ساعه موت جوزي لا حس ولا خبر. هو لسه موجود معاهم في الشركه؟ لا 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 لا، ده ساب لهم كل حاجه ومشي. هو مش بتاع مشاكل ومنطوي وفي حاله، ده حتى لسه ما اتجوزش وقعد في بيت العيله. ما تسيبونا من موضوع شامل. انت قدامك مهله قد ايه؟ اخر مره كلمني الراجل من البنك قال لي ان انا قدامي 3 اسابيع بس، انا عييت ورقدت فمر وقت طويل، يعني بالكتير اسبوع. خلاص ولا يهمك، انا عندي حل، وحل حلو قوي. الحقيني بيه. انت تروحي بيتك لاولادك واستني كده تليفون من نجوى خلال يومين. ايه ده، هتلحقوا تتصرفوا؟ ده المبلغ كبير قوي. انت مالك، انا واستاذ الحلوين دولت هنتصرف. موافقين؟ طبعا موافقين. هي الاستاذه تقول حاجه واحنا ما نوافقش عليها؟ انا مش هنسى لكم الجميل ده ابدا. شوفوا بقى ميري النهارده الصبح بعد انتوا ما مشيتوا عيطت عياط ليها وللزمن. ما انتوا عارفين اخوات جوزها عاملين فيها ايه هي بناتها. طب وايه الجديد في الموضوع ده؟ موضوع القرض يا جماعه. هي مش راحت لمدير البنك واتفقت معاه على كل حاجه؟ طلع راجل اي كلام، ولا يسوى 3 مليم ولا عمل لها اي حاجه، والبنك انذرها يا اما تدفع يا اما يحجزوا على شقتها هي وبناتها. يا نهار اسود، ازاي ده؟ المهم يا جماعه دلوقتي مفيش وقت، الست ما عندهاش غير اسبوع واحد مهل علشان تدفع. وهتعمل ايه ميري في المصيبه دي؟ لا هي بوشة كانت اقترحت عليا اقتراح وقالت لي اعرضه عليكم. وايه هو بقى الاقتراح ده؟ هي ميري ما طلعتش من الدنيا غير ب20,000 جنيه، والقرض ب70,000 جنيه، يبقى فاضل كام؟ 50,000 جنيه. بوشة اقترحت ان احنا نوزع المبلغ ده علينا كلنا، وبعدين قالت لي بلغيهم بالكلام ده، وهو كله بثوابه يا جماعه. طب وال50,000 دول هيتوزعوا علينا ازاي؟ يا ستي كل واحدة تدفع اللي يطلع من ذمتها. أيوة، بدل ما الناس تغسل فلوسها هي تغسل ذنوبها، ومفيش حد خالي من الذنوب. خلاص يا جماعة، شوفوا كل واحدة منكم هتدفع كام، وأنا وبشرة وبقية الشلة هنتكفل بالفلوس الباقية، بس المهم يا جماعة بسرعة جدا، لأن ست لو ما دفعتش هتروح في 60 دهر. قولي لي يا ماما، عملتي إيه النهاردة مع أصحابك بتوع مصر؟ كتر خيرهم، وافقوا وهيبعتوا لي المبلغ في خلال اسبوع. بجد يا ماما؟ دول طلعوا ناس كويسين قوي. شفتي يا سالي بالذمه في كده دلوقتي؟
صدقتني بقى لما قلت لك الناس دي طيبه قوي قوي. انا رخله طول السكه في القطر عماله ادعي لهم. بس المشكله دلوقتي هسدد المبلغ ده كله ازاي يا ماما؟ لا 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 بلاش تتكلمي في الموضوع دلوقتي، خلينا نسدد القرض وبعد كده نفكر ازاي هنسدد المبلغ ده. انما قولي معقوله وافقوا كده ان هم يتلفوكي المبلغ على طول؟ دول ما فكروش حتى ازاي هسدد المبلغ. بالامانه الست بشرى جارت نجوى هي اللي حمستهم وشجعتهم انهم يوافقوا. انت عارفه يا سالي انا الاول كنت بتعامل معاهم كزباين بكسب منهم فلوس، انما بعد كده بقيت احبهم قوي قوي. وانا كمان يا ماما بقيت بحبهم حتى من غير ما اشوف. عايزه بقى افضل جوازك ولدراسه اخواتك. هم اخواتك فين؟ انا مش سامعه حسهم. هم ناموا؟ ايوه بس طلعوا عيني اتعشوا وبعدين اتفرجوا على التلفزيون وبعدين دخلوا ناموا. وازاي وفيق خطيب؟ صحيح ده قال انه هيستناني عشان يطمن عليكي، اصله كان قلقان عليكي قوي يا ماما. اوعي تكوني قلتي له حاجه. لا طبعا. يا بنتي مش عايزين فضايح. فضايح ايه يا ماما؟ ده وفيق طيب وبيحبني قوي. مش وفيق اهله. في دي بقى انت عندك حق. قولي لي بقى يا ست الكل مش هتاكلي اي حاجه؟ صدقيني مش قادره اكل اي حاجه. ازاي بس؟ هتنامي كده؟ ايه ده مين اللي بيتصل بينا الساعه دي؟ تلاقيه وفيق قلق لما اتاخرت عليه. استر يلا بتستر. ايه ده انت؟ في ايه؟ انت مين؟ انا حنفي يا بيه. حنفي؟ وعامل في نفسك كده ليه يا حنفي؟ الدنيا برد شويه و انا خايف خالي يشوفني. وفيها ايه لما يشوفك؟ هو حصل بينكم حاجه؟ انا احكي لحضرتك على كل حاجه. يا اخي احكي، ده انت فزعتني. ايه اللي حصل؟ طردني يا بيه، طردني وما رضيش يديني لا فلوسي ولا هدوم. ليه بس كده؟ انت عملت حاجه؟ ولا اي حاجه. ليه وليه بجيب الطلبات واطلعها انا للسكان؟ طب وايه المشكله في كده؟ هو عايزني اجيب انا الطلبات ويطلعها هو للسكان. يعني انت تشتغل وهو يقبض. الله ينور عليك، انا اتعب واشقى واشتغل زي الحمار وهو يقبض على الجاهز. امال ليه ما رضاش يديلك فلوسك وهدومك؟ افتري يا بيه، ده واكل عليا 17 يوم من عرق وشقايا. طبعا حنفي معلش انا هكلمه واخليه يشوف الموضوع. لا 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 يا بيه، لا خلاص انا مش عايز منه حاجه، انا استعوضت حق عند ربنا. الله، امال عايز ايه دلوقتي؟ عايز حضرتك تشوف لي شغلانه اكل منها عيش. والله العظيم انا بقالي يومين بقيت في الشارع. في الشارع ليه؟ انت ما عندكش قرايب غير خالك ده بات عندهم؟ يا باشا المشكله مش في البيات، انا واخد على الشقه والمرمطه، انا كل اللي عايزه اشتغل. طيب الكارت ده فيه عنوان المكتب بتاعي، اشوفك بكره الصبح. لا ربنا يسترك، ربنا يخليك، وانا ان شاء الله من نجمه هكون مستني في العنوان ده. خد خلي دول معاك. لا بيه انا مش عايز فلوس والله، كفايه كرمك معايا. بقول لك ايه، انا تعبان وعايز اطلع ارتاح. امسك واسمع الكلام. لا ربنا يخليك وينصرك على مين يعديك يا رب. يلا تصبح على خير. حضرتك من اهله، ربنا يخليك يا رب. صباح الخير. قول صباح الخير، احنا قربنا على الفجر. كنت فين ده كله كامل؟ انت عارفه بقى ظروف الشغل حاجه مقرفه قوي. وانت ايه اللي مصحيك؟ تصور ان مرات طلال قافله الموبايل. طب ما هو وضع طبيعي، احنا الفجر زي ما بتقولي. لا ده انا بطلبها من بعد المغرب. والله بقى اللي عايز حاجه يتصل ويجي ياخدها، ولاش ولا على ماخ. ايه كامل هتفضل متضايق كده؟ مش انت بتقول خلاص انك انت هتقعد مع رمزي وتحل المشكله؟ صدقني رمزي بيحب نهد. ما هو ده اللي مجنني، ده كان هيموت عشان يتجوزها، بس ما كنتش متصور الامور توصل للدرجه دي. يرمي عليها يمين الطلاق؟ معقول؟ معلش يا كامل ما تزعلش مني، هي اختك برضو زودتها معاه شويه. مش معقول يعني على طول ماشيه زعلانه ومكشره وكل شويه تسيب بيتها وولادها وتروح تقعد عند طنط؟ ما هو ده اللي انا فهمته لها، ده كانت حالتها وحشه قوي لما جت للصبح. بس اللي خايف منه ان الموضوع ده يوصل لماما، انت عارف عندها الضغط. انت ازاي قدرت تقنع ناهد ترجع بيتها بعد اللي حصل بينهم؟ اصل رمزي ساب البيت ومشي، انا قلت لها ارجع بيتك وخدي ولادك في حضنك وانا هكلمه، يا روح له شغله يا يجي لي الشركه بكره. صباح الخير يا شهاب. صباح الخير يا فندم. ايه بقالي مده ما اشوفكش. خير؟
لا يا فندم ابدا، ده انا كنت في اجازه ورجعت بقالي اسبوع، بس بشتغل في الشيفت بتاع بالليل. ووالدتك عامله ايه دلوقتي؟ احسن؟ والله يا فندم تعبانه قوي، بس الحمد لله على كل حال. طب يا شهاب ما توديها مستشفى يعالجوها ويراوها احسن. مستشفى ايه بس يا استاذه، دي كليتها تعبت قوي وصحتها كمان في النازل، وبعدين بقى حضرتك عارفه شغل المستشفيات. طب سيب الموضوع عليا، ربنا يسهل. ربنا ما يحرمنا منك يا استاذه. شهاب لقيت الموبايل بتاع شريف؟ لا 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 خالص، ده انا حتى حضرتك تاني يوم قعدت ادور عليه يجي ساعتين وبرده ما لقيتوش. تاني يوم؟ لا هتلاقي حد لقاه واخده. مش عارف. احسن برده. تحت امر حضرتك يا فندم. اقعدي نبيله استريحي. اخبارك ايه يا نبيلة؟ اخبار خطيبك ايه؟ الحمد لله اهي ماشي. هو مزعلك ولا ايه؟ مزعلني ولا حاجة، ده غلبان. لا غلبان ايه بقى؟ يعني اللي يحب بنت امورة زيك كده لازم يبقى انسان كويس؟ ده من ذوق حضرتك يا فندم. يلا بقى يا حلوة زي الشاطرة كده، روحي المسز ماجدة خليها تمضي نتائج الشهر وهاتيهم لي تاني عشان المدرسين يعملوا الشهادات. معلش يا مسز بوشر بلاش. انا يعني ايه بلاش انت؟ في ايه يا نبيل؟ اصلها بقالها فتره كده مش طايقاني. يعني ايه مش طايقاكي؟ ده شغل. يلا بلاش دلع، يلا عشان يلحقوا المدرسين يعملوا شهادات. ما يا مسز بشرى انا كل ما ادخل لها تقعد تسمم بدني بكلمتين، دي بقت حاجه صعبه قوي. انا عارفه، بس هنعمل ايه؟ نبطل شغل؟ خلاص يا جورج، دي اخر فرصه للراجل ده معانا، احنا هنكمل شغلنا عادي في العماره وانا هشوف حالي. طب سلام دلوقتي. مساء الخير يا باشمهندس. مساء النور، اتفضل. انا كنت جنبكم فقلت عدلي، انا اسف لازعاج. لا ابدا مفيش ازعاج ولا حاجه، ثانيه واحده بس. اتفضل. انا عندهم دلوقتي، هاخد العلبه واديكوا تمام. يا حاج انت قال لي بس الان ده انا هتجنن. مكرم ما جاش لغايه دلوقتي من عند الحاج صالح. زمانه جاي يا حاج، ما انت عارف الشوارع كلها زحمه، نكلمه على التليفون. تليفون ايه؟ الحاج صالح قافل الموبايل بتاعه، والحاجات دي ما بتكلمش فيها في التليفون العادي. يا حاج ما هنتكلم عن الغطي، فيها ايه يعني؟ فيها ايه؟ فيها من حكايه طولت قوي بقت رخمه ودمها تقيل. انا مش عارف ايه اللي حصل للحاج صالح، مش عوايده ده كان على طول الاول يروح يلا مخلص اوام ودافع فلوسه في السريع. انا مش فاهم الحكايه. لا بس زبون تقلان شويه يا حاج. زبون ايه؟ هي عربيه هنبيعها يا سيد، ده مزاج مزاج، والناس دلوقتي ما بتقدرش تعيش من غير مزاج. بس بصراحه بقى يا حاج احنا غلطانين. ليه بقى؟ ان شاء الله عشان اعتمدنا من الاول على الحاج صالح في عمليه البيع، كنا المفروض نشوف اللي هيشيل ونعرفه كويس وساعتها ما نحطش ايدينا على خدنا كده يا حاج. لا يا سيد، لا يا اخويا، انا كل اللي اقدر اعمله ان انا اسيب البضاعه متلقاها هنا في المعرض لغايه لما يجي صاحبها يستلمها ويقبضني، هو ده اللي اقدر اعمله. فهمت يا خفيف؟ فهمت يا حاج. اهو مكرم جه اهو. عملت ايه يا مكرم؟ سابع على ضابع. مفيش يا حاج، اخد نفسي. قطع نفسك. انا فين الحاج صالح؟ الحاج صالح مش موجود في المعرض، صبيانه بيقولوا بقاله اسبوعين ما ظهرش. ايه؟ راح فين؟ يا نهار اسود. يا باشمهندس انا حاسس ان الراجل بتاع الحي ده مش مظبوط. ليه بس يا جورج؟ ممكن اوراقنا احنا اللي ناقصه. ناقصه ولا حاجه، انا قابلت واد مخلصاتي في الجهاز قال لي ان الراجل ده منيا. يعني ايه منيا؟ يعني عاوز قرشين. والقرشين دول يعني يطلعوا قد كام كده؟ معقول يا باشمهندس حضرتك بتفكر بالشكل ده؟ ادري يا جورج، وانت مش عارفني ولا ايه؟ وانا بتاع الحاجات دي، ده انا اوديه في 60 ده يا مدام اوراقنا سليمه، ده يبقى مفتشي. ادخل. في يا باشمهندس واحد غلبان بره اسمه حنفي، عايز حضرتك اخليه يدخل. حنفي؟ اخليه. اتفضل اتفضل. صباح الخير يا باشمهندس. صباح الفل يا حنفي. العفو يا باشا. لا ما تقعد، ما بتسمعش كلام ليه؟ لا جرأة يا منى،
هتقف كده ليه؟ ما تشوف حنفي يشرب ايه؟ لا لا حضرتك ما فيش داعي يعني. يا ابني بقول لك انت فطرت ولا لسه؟ ايوه ايوه باشا الحمد لله فطرت. طب ما تقعد، انت ايه خايف من ايه؟ كتر خيرك يا باشا. طيب يا باشمهندس تأمرني حضرتك بحاجه؟ ايوه ابعت لنا اي حد يجيب لنا فطار كده نفطر مع حلفنا، وخلي عطو يعمل لنا شويه شاي. تحت امر حضرتك. هو ده الوعد اللي وعدته لي؟ مش قلت لي هاجي لك من النجمه؟ ما انا من بدري سعادتك موجود تحت، بس انا يعني قلت استنى شويه لحد ما حضرتك تطلع وتستريح شويه وتشوف شغل حضرتك يعني. فعلا انا متهيألي شفتك وانا باركن العربيه تحت. يا ابني اقعد، انت ايه مولود واقف؟ تحت امر سعادتك، تحت امر سعادتك. شوف يا حنفي، انت حبيت عندي الليله في المكتب، وهخلي عطوة اشوف لك سكن معاه او جنبه. اما بقى بالنسبه للشغل فانت هتساعد عطوة في تنظيف الشركه، وكلها اسبوع كده وهشوف لك حاجه كويسه. وانا يا باشا ورحمه ابويا ورحمه ابويا انا خدامك طول العمر وربنا يقدرني. عيب عيب ما تقولش الكلام ده. الله ده احنا ولاد تسعه يا اخي. اقعد اقعد. ايوه رمزي. ايه يا عم انت بتتقل علينا ولا ايه؟ بتعملي ايه؟ مفيش حاجه، ده انا كنت برتب درج المعالق والسكاكين. خضتني يا سقايمة. خضتني يا سقايمة. طب يا اختي هاتي لي كوبايه ميه من الثلاجه. حاضر. الشر ده انا حتى اتاخرت ولازم اروح. استني كيسه فيه ايه؟ كيس ايه؟ دي هدوم الشغل. مش عارف شكلك مش مريحني، مش عارف ليه. هو ايه يا سي ايمن اللي شكلك مش مريحني؟ انا ماشيه وقول لمامتك اني مش هتاخر بكره. وريني الكيس ده، وريني. يا نهارك اسود، سرقة الاطباق والسكاكين والمعالق؟ استر علي والنبي يا سي ايمن، دي اول واخر مره. وانا اقول شكلك مش مريحني من ساعه ما دخلت عليك المطبخ وانت مش طبيعيه. معلش الشيطان شاطر، سامح النباتي. ماما بلاش ماما والنبي يا سي ايمن. ده انا هخلي ماما تذبحك يا حراميه. ماما يا ماما. في ايه؟ ايه يا ابني ده؟ في ايه؟ ايه ده؟ تجننت؟ انا ايه اللي بيحصل ده؟ انا برضو اللي اتجننت ولا هي اللي كانت عايزه تسرق الحاجه بتاعتنا؟ تسرق؟ تسرق ايه؟ وعشان هي جايه تسرق تقوم تمسك لها سكينه؟ انت عارف تودينا بده يا ابني؟ لا ما انا كنت بخوفها بيها بس، وبعدين هي اللي كانت واخداها معاها عشان تسرقها زي ما سرقت الاطباق والمعالق. بقوا معالق؟ ليه كده يا ربح؟ اصلي يا مدام اصل. بلا اصل بلا فصل. يلا خد حسابك واتكل على الله، ما احناش عايزين مشاكل يا بنتي. ليه كده يا ربح؟ انا قصرت معاكي في حاجه؟ انت طلبتي حاجه ومنعتها عنك؟ ايوه يا اختي اعمليهم اعمليهم. يا ماما لازم نوديها السجن الحراميه. بس يا حبيبي بس بس بس. بص يا ستي انت المسؤوله عنك قدامنا رفعت، انا هبعت له واجيبه وهو يتصرف معاك. خير يا باشمهندس؟ بقول لك اطلع انا عايزك، انت هتفتح لي محضر ولا محضر ولا حاجه يا باشمهندس؟ انا طالع اهو.
هي السكان بقى مالها كده ليه؟ مش طايقه نفسها. ده اول مره الباشمهندس يتعصب بالطريقه دي. اكيد انت عملت عامله. عملت ايه يا وليه يا خرفانه انت؟ انت ما بتصدقي مصيبه وتشبعي فيها غلط. انت مش عارفه ان السرقه حرام وانك بالعامله دي ممكن تدخلي السجن؟ سرقتها ماما اللي حرام، دي مجرمه. اتفضل يا سيدي، شوف ما جايبك وبلدياتك. ايه يا بلوى عملت ايه؟ الله يحرقك. افتح كيس يا عم رفعت، شوفها سرقت ايه. ايه ده؟ الله 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 الله. يا نهار ابوك مطين. يا نهار كتين. ايه يا بنت يا رابعه، بتجهزي نفسك من بيت الهانم؟ واضح انها شغاله على موضوع السرقه ده من ساعه ما جت. انا مسامحه في كل اللي خدته، بس مش هشوف وشها هنا تاني. تصدقي بالله انت ما عندك دم؟ بقى انا جايبك هنا عشان تاكلي لقمه نظيفه، تقومي تفضحيني وتخلي رقبتي قد السمسمه؟ بقول لك يا رفعت، انا مش عايز المناظر دي في بيتي، خدها وخرج يلا، مش عايزين مشاكل. انا مش قادره افهم البنت رابعه عملت كده ليه. غبيه، قطعت عيشها بايدها. وانا اقول الشوك والسكين بتروح فين؟ لا وتصدق ده انا كنت محضره لها هدوم قد كده عشان الجمله. اه صحيح، بمناسبه الهدوم يا ريت تشوفي لي كام حاجه كده من بتوع عماد ما كنتش محتاج لهم. ده العطوه اللي عندك في المكتب؟ لا لا، الحنفي اصل رفعت المفتري رفض يديله هدومه. وانت شفته فين؟ ما هو جالي تحت العماره، كان طالب اشوف له شغل، قلت اخليه يساعد عطوه في الشركه لحد ما اشوف له حاجه كده. ما قلتليش يعني انك انت هتشغله؟ يا حبيبتي ده دماغي فيها مليون حاجه، ده كفايه الراجل بتاع الحي ده قارفنا ومطلع عين جورج. ماله راجل؟ يعني بيقول انه مش مظبوط كده، وانت عارف ان طول عمري ما احبش الاسلوب ده. ايه عايز رشوه؟ ايوه بالظبط كده. ايه ده؟ هي الناس جرى لها ايه؟ يلا طب انا ماشي بقى يا حبيبتي، وما تنسيش الهدوم اللي هنديها لحنفي عشان اخد فيه ثواب. باي باي. سلام. انا ماليش دعوه، انت قلتي لي هتقبضي الشهر الخامس والنهارده 6 في الشهر، اتصرفي يا بنت الحلال. ما انا قلت لك مرات متولي بواب العماره اللي في اول الشارع مزنوقه وبدلت معاكي. بدلت معايا من غير ما تاخد رايي؟ وبعدين انا اعرفها منين يا حبيبتي؟ ما انا قلت لك احنا مش هنختلف، والوليه مزنوقه وكمان وقعت في عرضي، يعني اعمل لها ايه بس؟ قولي لي انت. تعالي هنا عرضك وتقولك ايه؟ انا مالي انا بمرات حسنين وبمرات وتولي؟ انت قلتي لي انك هتقبضيني الجمعيه الشهر ده، وانا عملت حسابي على كده. عملت حسابك في ايه يا حسره؟ ده انت بطولك ولا عيل ولا تيل ولا راجل، وعماله تكلف قته محلوله عند الست نجوى، وكل الفلوس اللي بتكسبيها بتجيبي بيها ذهب. انت مالك انت يا وليه اللي تدب في عينيك رصاصه؟ اجيب ذهب ولا اجيب نحاس؟ كل عوز برب الفلق. انت بتخمسي يا بنت في وشي، اما انك صحيح قللت الربايه وقللت الحياه، ده انت كنت جايه حافيه وعدمانه وصدمانه وجايه من غير شبشب، دلوقتي يا بنت طلع لك حس. انا قللت الربايه وجايه من غير شبشب؟ يا معفنه يا شحاته، يا اللي بتلفي على الشقه تاخدي من هنا جلابيه ومن هنا شرب. اخرسي قطع لسانك، انا شحاته يا خدامه؟ خدامه في عينك قللت الادب، انا مديره منزل، على الاقل انا احسن منك يا اللي مش ماليه عن جوزك، يا اللي جوزك عينه زيغه يبصبص لي جي ويعاكس دي. اخرسي قطع لسانك، ده انا جوزي اشرف منك. اشرف مني يا واطيه؟ طب انا بقى هربيكي، انت عايزه ربايه تعالي. انت بقى يا رفعت الحقوني يا رب. الو، ايوه مدام طلال. على فكره انا اتكلمت حضرتك كتير جدا، بس موبايلك دايما مقفول. افندم، دي علبه شوكولاته. ايه دخل الامانه في موضوع تافه زي ده؟ طب حضرتك في المربزه ليه دلوقتي؟ طب معلش انا هقفل لان انا سايقه. باي باي. ايه اللي تزوق دي؟ من فضلك ادى الميس نبيله وخليها تطبعه وتوزعه على كل المدرسين والمدرسات عشان يلحقوا يعني يحضروا امتحان الشهر. دول لسه مخلصين شهادات الشهر اللي فات ولسه بدري على امتحانات الشهر، مش هينفع يحضروا امتحانات دلوقتي، لسه الواد ما لحقوش ياخدوا حاجه. يعني ايه ما لحقوش؟ امال المدرسين بيعملوا ايه كل يوم؟ يا فندم ما هي الوزاره بتقول كل ما اكلمك تقولي الوزاره. يا حبيبتي احنا مدرسه انترناشونال مش مدرسه اميري. ما هم الموجهين عملوا معانا مشاكل بسبب الموضوع ده الشهر اللي فات. الموجهين دول انت بقى تتصرفي معاهم. انا عايز افهم انت بتشتغلي ايه بالظبط؟
انت مش وكيله المدرسه برضو؟ انا عارفه شغلي كويس قوي. تبقي بقى عايزه تغيري النظام وتقلبي عليا المدرسين. اقلب عليك المدرسين؟ مش فاهمه قصد حضرتك ايه. افهمك يا حبيبتي، يعني نعمل بقى زي ما الوزاره عايزه بالظبط، قوانين ولوائح. لمعلوماتك احنا ماشيين المدرسه زي ما احنا عايزين، ومن سنين طويله عمر الوزاره ما فتحت بقها بكلمه واحده. ادخل. يا اهلا يا اهلا، ايه النور ده كله؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. تعبت نفسك وجيت لي يا راجل؟ كنت رايح في البيت لغايه اخر الشهر. والله انا كنت تعبان وقدمت شهاده مرضيه بكده، وبعدين انا قفلت حساباتي كلها وكل الوصولات موجوده هنا، وكمان الشيكات بتاعه التبرعات اللي لسه ما اتصرفتش. والشيكات دي بقى مسؤوليه مين؟ مين اللي هيحصلهم؟ ولا خلاص كل واحد فيكم بقى بيشتغل على مزاجه؟ ما بتردش ليه عليا؟ ساكت ليه؟ اتطرشت يا هانم؟ انا مريض وصحتي ما تستحملش اني اروح البنك واقف لحد الظهر، وبعدين انا خلاص كلها اسبوع وهسيب المدرسه زي ما حضرتك طلبت مني. انا ما طلبتش، انت اللي طلبت مني، انت اللي قلت عايز استقيل وهددتني كمان. حضرتك ما بتقوليش الحقيقه، لانك طردتيني من المكتب بعد ما اتعصبتي عليا. قصدك ايه؟ انا كدابه؟ الو، جود مورنينج مس ايميلي، تحت امرك يا فندم. خدي يا نبيله صوري الورق ده وادي نسخه للمشرفين كل ماده، وبلغيهم ان في موجهين من الوزاره هيجوا الاسبوع ده. حاضر. ايه يا نبيله، عايزه حاجه؟ لا اصلي يا فندم انا. ايه يا نبيله قلقتيني؟ لا حضرتك مفيش حاجه، بس اصل كنت سامعه صوت ميسيس ماجدة عالي قوي النهارده لما حضرتك كنت عندها في المكتب، وعالي اكتر لما الاستاذ طلعت دخل لكم. هو ايه الغريب في كده؟ ما هي دي ميسيس ماجدة، ما انت عارفاها قبل مني. طب الحمد لله، ده انا افتكرت ان في مصيبه حصلت. لا ما تخافيش، ما هو في تليفون جه من الاداره في بيروت هو اللي حسم المعركه. ادخل. ايه نوع؟ مفيش جود مورنينج؟ مالك يا حبيبتي؟ بصراحه كده يا مس بوش انا خلاص زهقت من اسم شريف ده قوي. ايه بس، عمل ايه شريف تاني؟ هو بيبطل ده، هو عباره عن كتله مشاكل متحركه في المدرسه. يا مس ده طول النهار يضايقني انا واصحابي، ونازل فينا تصوير من الموبايل. هو لقى موبايله؟ لا يا مس، ده جاب واحد غيره جديد. طيب يا حبيبتي روحي انت على الكلاس بتاعك وانا هتصرف. حاضر. سوري يا مس بوش اللي ازعجك. الو. ايوه يا خبر، في حاجه يا مسز بشرى؟ انا اسفه يا نجوى، حقيقي انا نسيت، ده انا كنت محضره الفلوس امبارح بالليل بس حصلت مشكله كده نسيتني. لا ابدا، البنت رابعه دي كده عملت مشاكل ولخبطت لي الدنيا خالص. طب انت ممكن تتصرفي لحد ما اجي؟ شكرا قوي يا نجوى، اول ما ارجع هبعت لك الفلوس. مع الف سلام. سلام. ايه يا نبيل انت لسه هنا؟ روحي صوري الورق وزعيه على الاساتذه. حاضر. يا ساتر، الواحد دماغه بقت زي المرجيحه، مش عارفه هركز في ايه ولا في ايه. لمين الشاي ده؟ هو عطوة جوه عمل لنا دور شاي، فأنا قلت أجيب لك كوباية نشرب كلنا مع بعض. متشكرة بس يعني أنا مش بشرب غير كوباية شاي واحدة بس في اليوم، وخلاص شربتها من بدري أول ما جيت. حقك عليا، آدي الشاي. تستاهل عشان أنا قلت لك. يا عم خلاص، حقكم عليا أنتوا الاتنين، أنا غلطان. حنفي. نعم. بص بجد انا مش قصدي اضايقك خالص، بس فعلا يعني انا مش بشرب غير كوبايه شاي واحده، مش بشرب شاي كتير زيكم كده. وانا مش متضايق على فكره. تحبي اجيب لك اي حاجه تانيه غير الشاي؟ بقول لك ايه، ده مش بوفيه ابويا، دي فلوس ناس، واي حاجه في البوفيه بتحاسب عليها. بقول لك ايه، انا هعزمها على حسابي وهعزمك انت كمان. ما تفتحش صدرك قوي كده. طيب كده ليه؟
اصل حضرتك يعني اصل عطوة كان بيسأل على حضرتك دلوقتي. تعالى يا حنف عايزك. ايوه تحت امرك يا باشا. الله، انت لحقت تلبس؟ ايوه، يا دوبك الحق اروح المطار عشان البضاعه اللي جايه. مش هتشرب الشاي ولا ايه؟ لا مش هلحق. ايه بقى ريحه البرفان الجامده دي؟ البضاعه باين عليها جامده قوي. انت هتعكري دمي ليه على الصبح؟ سبحان الله، كلامي دلوقتي بقى بيعكر الدم. الله يرحم. ليه بقى؟ دي مش واخده مصروف البيت على داير مالي؟ انا ما قلتش حاجه، ما انكرتش، بس انا عايزه فلوس ليا، عايزه اعمل باديكير ومانيكير، وعايزه اصبغ شعري طاقه بس ابيض. بس ايه؟ طالي يكفوا؟ هم ينفعوا؟ يا ساتر، ايه؟ ما بتشبعيش؟ كل شويه هات فلوس هات فلوس هات فلوس. يا ساتر عليك، ما انت على قلبك فلوس قد كده وعملت بعطر فيها شمال ويمين، جت عليا انا؟ بقول لك ايه، انا مش فاضيلك، انا ورايا شغل. شغل؟ ما كله شغل يا اخويا، اما نشوف اخره الشغل ايه. السلامه يا دون جوان عصرك واوانك. يا ابن التايه، كل دي فلوس؟ واحد اتنين، هاخد دول افك بيهم ازمه مير الغلبانه. ها ابدا، بصرفهم على النسوان اهو، ناخد ثوابها. ودول بقى ابشر نفسي من هنا ورايح، هاخد حقي منك يا ماهر. مالك يا بشرى يا بنتي؟ في ايه؟ شكلك كده مش عاجبني من ساعة ما دخلتي. مفيش يا ماما، أصل ربعة مشيت امبارح. يوه، هي لحقت؟ دي ما بقالهاش شهر. عموما هي ما كانتش نافعاني قوي. عارفة يا ماما، أنا محتاجة ست كبيرة وعاقلة أقدر أعتمد عليها وأنا في المدرسة. خلاص ولا يهمك، كلمي أختك مروة، خليها تكلم أم فتوح، أهي مضمونة ومعانا بقالها سنين. والله فكرة، بس هي هتقدر على الشغل عندك وعندي؟ ايوه يا بنتي، دي بتروح لاختك مروه مرتين في الاسبوع ومره عندي، وبقيه الاسبوع فاضيه. طب تصدقي بقى انك بنت حلال؟ تخيلي انها الاسبوع اللي فات كلمت اختك مروه وقالت لها دوري لي على شقه عشان اشتغل فيها عشان محتاجه. يعني عندها استعداد تشتغل؟ ايوه يا بنتي، دي محتاجه وراها كوم عيال. يا ماما ريحتيني قوي، ده انا كنت محتاسه. ربنا يريح قلبك يا بنتي، والله بتصعبي عليا، بيت وشغل واولاد. عارفه لما كنت مسافره كنت ببقى قلقانه عليكي قوي. وديني جيت لك اهو عشان ما تقلقيش. طب بذمتك العيشه في مصر مش احسن؟ طبعا احسن، على الاقل الواحد في بلده ووسط اهله. ولو اني مش عارفه الناس جرى لها ايه، تغيروا بقوا صعب قوي. Yeah.
اللي بتنسى.